أحبائي طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي للدرس التاسع، نصيحة. قالت العصفورة الأم: لا تحلق بعيدا عن مجموعات العصافير. رد عليها محركا جناحيه الصغيرين فرحا بتعلمه الطيران: لقد صرت قادرا على الطيران وحدي. طبعا هنا قصة بين عصفور صغير وأمه، تنصحه بأن لا يحلق ولا يطير بعيدا عن مجموعة العصافير. أخذ العصفور الصغير الغرور ورد عليها بأن له جناحان، أصبح يستطيع الطيران بمفرده. فقال لأمه: لقد صرت قادرا على الطيران وحدي. طبعا أمه تجاوب وتقول له: اسمع الكلام. ماذا رد عليها وقال: لست بحاجة إلى الآخرين. فالأم ترد عليه وتقول: لا تقل هذا أيها الصغير، دع عنك الغرور. الشعور اللي انتهى بالعصفور أول ما بدأ جناحه يكبران، الشعور إيه؟ الغرور. فقالت له أمه: لا تقل هذا أيها الصغير، دع عنك الغرور، العصافير لا تطير إلا في جماعات منسقة. يعني لا يستطيع العصفور أن يطير بمفرده لأنه يكون نهبا للآخرين والأعداء الآخرين، ويستطيع أي طائر آخر أن يهاجمه، ولكنه إذا كان في مجموعات يكون قوي. طبعا العصفور ماذا فعل عندما نصحته أمه بأن لا يطير وحده؟ لم يأبه لكلام أمه، لم يهتم لكلام أمه، طار وحده، ارتفع نحو الفضاء الواسع الفسيح، انتشى سعيد وفرح لحركة جناحيه الطريين، يعني فرح بنفسه، أخذه الغرور وفرح بنفسه، ضاعف من سرعته، يعني طار بقوة، ارتفع أكثر، صغرت الأشياء تحته، يعني أصبحت الأشياء تحته صغيرة، تلاشت، يعني اضمحت، لم يعد يرى سوى الفراغ الكبير، أصبح وحيدا فعلا. وحين ألف نفسه في علو شاهق، عندما وجد نفسه في علو كبير، شعر بوحدته. يعني بماذا أحس العصفور بعد أن طار وعلى؟ شعر بالوحدة، أحس أن الفضاء الواسع يلتهمه، وأنه صغير صغير مثل نقطة. يبقى هنا حس بالوحدة وحس بالخوف وحس أنه مثل نقطة. ماذا شعر بعد ذلك؟ ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ أدركه خوف هائل بعث فيه الارتعاش، وهو خاف عندما أدرك أنه أصبح صغير جدا وأن الأشياء تحته صغيرة جدا لا يكاد يراها. فتذكر أمه، تذكر الأرض، تذكر مجموعة العصافير، تذكر مجموعة العصافير التي هجرها، غير اتجاهه أسرع بالهبوط. يبقى عندما شعر بالخوف الشديد غير اتجاهه أسرع بالهبوط. لاحت له الأشياء التي تركها على الأرض، بدأت تظهر الأشياء شوية دي. بدأت تكبر وتكبر، وصل لأمه لاهثا منتفضا مذعورا. يعني وصف حالة العصفور عندما وصل لأمه: لاهث منتفض مذعور من الخوف الذي قابله هناك في الأعلى. كانت تستعد للالتحاق بمجموعات العصافير، يعني كانوا على وشك الرحيل. قالت له باسمة، ماذا قالت له الأم؟ أراك عدت. قال لها بصوت يتخلله الأسف: لن أطير وحدي مرة أخرى. يبقى بعد أن لقن درسا كبيرا، قال لها: لن أطير مرة أخرى وحدي، الكون واسع وأنا صغير جدا، سأنضم إلى سرب العصافير، إلى مجموعة العصافير. يبقى اقتنع في النهاية أنه لا يستطيع الطيران مفرده، وأنه لابد أن يطير مع مجموعة العصافير. لم تقل شيئا، انطلقت نحو السرب الذي بدأ في الطيران عند شروق الشمس. لم ينتظر، لحق بها ضاربا الرياح بجناحيه الصغيرين. يبقى نتعلم من هذا الدرس ألا أن نلتزم بالجماعة، أن نكون مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة، والإنسان بمفرده يستطيع أي شيء أن يؤثر فيه أو يسيطر عليه أو يهزمه، لكن إذا كان في مجموعة لا يستطيع أي شيء أن يسيطر عليه أو يهزمه. نأتي بعد ذلك لمعاني المفردات: لم يأبه لكلام أمه، لم يهتم، انتشى لحركة جناحيه، فرح لحركة جناحيه وطرب، الفسيح المتسع، ألف أي وجد، هجرها تركها، الأسف التحسر، الكلمة ضدها الغرور التواضع، الواسع الضيق، هائل قليل، مذعور مطمئن.
المناقشة. لقد صرت قادرا على الطيران وحدي، من قال العصفور؟ متى قال الطيران؟ طبعا قال العصفور هذا الكلام عندما أصبح قادرا على الطيران، عندما أصبح قادرا على الطيران. نأتي بعد ذلك إلى السؤال الثاني، ما الشعور الذي أحسه الصغير لما أحس بالوحدة؟ أحس بالوحدة، ما النتائج التي تولدت عن هذا الشعور؟ الشعور بالخوف. صف حال الصغير عندما وصل إلى أمه مذعورا خائفا لاهتا أو لاهتا خائفا مذعورا، ماذا قالت له؟ أراك عدت. بما أجاب؟ قال لها، ها أجاب بإيه؟ بعد أن قالت له أراك عدت، قال لها بصوت يتخلله الأسف، لن أطير وحدي مرة أخرى، لن أطير وحدي مرة أخرى. متى بدأ سرب العصافير في الطيران؟ عند شروق الشمس. ما موقف الصغير طار معهم؟ اصطاد العصافير واسترجع منها الكلمات الضائعة. كلمة عليه، النصب، ربط المعطوف حرف بعد يتبع. العطف هو ربط اسم باسم بواسطة حرف، يسمى حرف العطف، وتسمى الكلمة التي بعد حرف العطف معطوفا، والكلمة التي قبل حرف العطف معطوفا عليه. نأتي بعد ذلك إلى الجملة الثانية أو التدريب الثاني، الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الرفع والنصب والجر. أعرب الجملة الآتية، تهتم الطالبة بالفهم والحفظ. تهتم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره. الطالبة فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره. الباء حرف الجر. الفهم اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. الواو حرف عطف معطوف على الفهم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. الحفظ اسم معطوف وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. أملأ الفراغات بحرف مناسب من حروف العطف. حرك جناحيه الصغير معتزا ومبتهجا. لقد صرت قادرا على الطيران والتحليق وحدي. طارت العصافير ثم العصفور الصغير. أضع علامة الترقيم المناسبة. قالت العصفورة الأم، قالت طبعا بعد قال، بعد فعل القول نضع نقطتين فوق بعضهما. لا تحلق بعيدا عن مجموعات العصافير، وضع في نهاية الجملة نقطة. رد عليها محركا جناحيه الصغيرين معتزا مبتهجا بتعلمه الطيران. طبعا رد زي قال، مثال يعني إذا قلنا قال أو رد نضع في نهاية الجملة نقطتين، نضع نقطتين في نهاية الجملة، نقطتين فوق بعضهما كالجملة السابقة. حين ألف نفسه في علو شاهق وشعر، و طبعا هنا علامة فاصلة، شعر بوحدته فاصلة، وأحس أن الفضاء الواسع يلتهم فاصلة، وأنه صغير مثل نقطة، نضع نقطة في نهاية الجملة. أقطف الوردة المناسبة وضعها في الفراغ. رأى الأطفال في حديقة الحيوان الأسد والزرافة والفيل تصنع الملابس من القطن أو الصوف. جاء فصل الخريف ثم الشتاء. يتقدم الإنسان بالعلم والأخلاق. أشارك صديقي في فرحه أو حزنه. وفي نهاية الدرس أتمنى لكم دوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.